اندفعت على بركة الله. إذن حسن الثلاث سنوات الباحث عن الانتصار الأول من خلال مسافة السرعة، مسافة ال 1100 متر. الانطلاقة تبدأ مع إبراهيم وحماش، وكذلك استوقد في صدارة هذا الشوط. يتقدم حماش في المنتصف برفقة إبراهيم، وكذلك محاولة قدوم كذلك من تاج نيوم من الخارج. هنا تقدم لإبراهيم وكذلك حماش في صدارة هذا الشوط. حماش بنصف طول في الصدارة. تاج نيوم يبدأ مع إبراهيم من الخارج، وكذلك ظهور سام سيكس أيضا في الدخول للمنافسة في المركز الرابع الثالث. يأتي الآن مع تاج نيوم في محماش من الداخل. مسافة السرعة تنقضي والتنافس يشتد أكثر فأكثر. تاج نيوم يبدأ في الظهور من الخارج مع حماش وإبراهيم، حماش وإبراهيم من الداخل، ومحاولات كذلك لقدوم ومحاولات بقية الأسماء لدخول. جمران كذلك في الصدارة لتاج نيوم، يتقدم في ال 200 متر الأخيرة، يتقدم للصدارة مع مطاردة من إبراهيم، وكذلك قدوم لجمران. تاج نيوم يتصدر والملاحقة من جمران. التنافس ينتهي مشاهدينا الكرام لصالح المرشح تاج نيوم. ألف ألف مبروك للمالك سلطان بن فيحاء المنديل، تدريبات نايف المنديل والقيادة لأليكسيس مورينو. إذا تاج نيوم يعلن انتصاره الأول هذا المساء بعد مشاركته الثانية وحضوره الأول في الحفل الثالث.